إحدى المباني المخالفة بمنطقة الهرم التقينا بالسيد اللواء إسماعيل عبد الواحد رئيس حي الهرم. حضرتك كلمنا إيه المخالف في العقار ده وإيه الإجراءات الأمنية اللي أنتوا واخدينها والإجراءات التنفيذية لإزالته؟ هو العقار ده المنطقة هنا بتعتبر منطقة اشتراطات خاصة، لأن المناطق دي شارع الهرم والمناطق المطلة على المنطقة الأثرية وعلى الأهرامات، فدي اشتراطات خاصة بتبقى أقصى ارتفاع ليها 3 أدوار. طبعا للاسف اللي بنى هنا تعدى الادوار المخالفه ديت وعمل دور مخالف كمان، وبالاضافه الى كان المفروض ياخد 10% خدمات، هو طبعا عمل المساحه المسطح كله. احنا النهارده ان شاء الله ابتدينا تنفيذ قرار الازاله، هنزيل الدور الاخير كله وهنزيل 90% من الدور اللي تحتيه على طول ان شاء الله. ده يا فندم مش هيأثر على بقيه البنايه؟ لا، احنا معانا مهندسين استشاريين هم اللي بيشرفوا على عمليه التنفيذ، بيبقى في مقاول معاهم، لكن في مهندسين بيبقوا مشرفين وهم مسؤولين. طبعا بيختلف طبعا من مكان لمكان ومنطقه لمنطقه على طريقه تنفيذ القرارات الازاله ديت، لكن في الاخر في مهندسين هم اللي بيقولوا هننفذ قرار الازاله ده ازاي. بالنسبه يا فندم لاصحاب المكان، كان في منهم عدم موافقه؟ هو ما فيش حد هتيجي تهدله اي دور مخالف وهيقول لك اهلا وسهلا بيك، يعني دايما بنقابل اعتراضات اثناء اجراءاتكم. ايه يا فندم؟ لا يعني الحمد لله رب العالمين، احنا يعني انا بقالي سنه اهو تقريبا في حي الهرم، كل القرارات اللي نفذناها يعني بيبقى في اعتراضات كده شفويه، لكن في الاخر لما بيلاقوا ان في اصرار على تنفيذ قرار الازاله بيستسلموا يعني لتنفيذ قرار الازاله. انا شايف في شرطه مع حضرتك دايما بيبقى في تنسيق بيننا وبين المديريه والاسم وشرطه المرافق، وبتنزل قوات من الاسم ومن المديريه وشرطه المرافق معانا لتامين عمليه التنفيذ ديت. موكب احمد شرف قائد شرطه مرافق الهرم. والله احنا جهه امنيه بنيجي نامن اي قرار ازاله، تمام؟ بنبقى متواجدين، لو حد جه عرض بالنسبه لاصحاب العقارات المخالفه دي بنروح جايين، بنتعامل معاهم بالقانون، بنعمل محضر بالاعتراض، وبنعرض بنسلم على الاسم وبنعرض على النيابه، والنيابه هي اللي بتاخد قرارها. والله المشكله بيبقى في العمال اللي بيشتغلوا في المكان، بيبقى ممكن صاحب العقار المخالف دوت بيجي بيخليهم يقفوا صدمه، وبيبقى معاهم المعدات بتاعتهم، بيبقى عددهم كبير، فممكن يحصل احتكاك، بس احنا بنحاول نتفادى الاحتكاك دوت بالقانون، وبنحاول ولو في اي اعتراض غير قانوني وهيحصل احتكاك بنروح جايين معتمدين بالقوات، بنتصل بالمديرية او بالاسم وبيطلع قوات دعم معانا وبنتعامل. اصعب موقف قابلته كضابط؟ يعني هو كل القرارات بتبقى صعبة، كل القرارات بتبقى صعبة، لان احنا بنبقى جايين بنكسر طبعا فبننفذ القرار، فبتبقى طبعا كل حاجة لازم يعترض، لازم صاحب العقار بيعترض بقى ايا كان الاعتراض ايا كان شكله. شكرا لك يا فندم. العفو.